هل المسافر يصوم الاثنين والخميس إذا كان سيقيم في البلد أسبوعا؟ المسافر يصوم صوم التطوع، يصوم في السفر صوم التطوع، إنما الرخصة يصوم الفرض إنه يفطر. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا صوم الفرض. أما النافلة فلا بأس إن الإنسان يصوم وهو مسافر، سواء في حال الإقامة أو في حال السير له يصوم نافلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم صوم نافلة وهو مسافر. نعم.